السؤال اللي دايما بيحير شباب كتير في قعداتهم وساعات بيثار في الاعلام هو ممكن الشيطان يلبسني فبقى تحت سيطرته فيبقى اللي بيتصرف بيا ده الشيطان؟ وهنا لازم ارجع بيك لعالم الافكار. انا وانت اللي بيحركنا مجموعه افكار. فكرتك تجاه الحاجه بتحدد اهتمامك بيها واهمالك ليها. فكرتك تجاه نفسك بتحدد انا واثق رايح الامتحان الصبح مهزوز رغم انك مذاكر تفتكرش ولا كلمه سبب فكره تجاه نفسك. فكرتك تجاه مرض معين ممكن تخلي الانسان يمرض من كتر الخوف من المرض. الافكار هي العالم اللي بيحرك البني ادم. عشان كده ده شغل الشيطان. شغل الشيطان هو الزن والدق على الدماغ في افكار معينه، أفكار تجاه تزيين حاجات حرام معينة، أفكار تجاه كسر إرادة الإنسان، وإنه يشاور لك قدام عينيك على غلطاتك ويضخمها قوي قوي، فيبدأ الإنسان يبقى عنده فقدان لتقدير الذات قدام الذنوب. أنا ضعيف قدام الذنب، ضعيف، فيبدأ الإنسان ينهار إرادته. الشيطان ممكن يخليك تبص على أخطاء مراتك ويزين لك واحدة بره رغم ان مراتك اجمل واطيب واحن والطف، لكني مش قادر ابص. سموها علماء النفس الرادار العقلي، مش قادر ابص الا على الوحش. ويجي الناس بقى بتوع العلوم الحديثه يقولك بص على نصف الكوب المليان وخليك عندك تفكير ايجابي. كل العلوم دي انشئت عشان الانسان يظبط افكاره. ده شغل الشيطان. شغل الشيطان مش انه يخليك لما ضربت مراتك بالقلم ولا هي شتمت جوزها اصلي كان الشيطان ركبني وقتها. الشيطان كان مضخم الاهانه اللي انت تعرضت لها لما هي علقت تعليق معين على تصرف ولا هو رفض حاجه معينه طلبتيها منه. هو ضخم الفكره، يعني لما جت الكلمه عبال ما وصلتك كان فيها شيطان. قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم. بيضخم، ضخم غلطة واحد عملها في حقي هو بني آدم طبيعي، فكلمته هزأته وبعدين خسرت صاحب عمري. لما قعدت كده واستعذت بالله من الشيطان الرجيم ورجعت لنفسي لقيت ما كانش مفروض أعمل حاجة زي كده بعد ما انصرف عني الشيطان اللي بيضخم. لكن النهاردة لو الشيطان لبسني فبقيت بتصرف بقوته يرفع عني التكليف، ما بقاش مكلف خلاص، ما بقيتش بتصرف بإرادتي والعقل والإرادة اللي هنتحاسب عليهم يوم القيامة. فلما تقرأ: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، قال لك هو في مس شيطاني. ابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل يقول لك مسني الشيطان يعني زود الجزع بتاعي. لما تبقى مريض يقعد الشيطان يقول لك هتموت ويحصل لك مشاكل وهتتألم، بيزود الجزع. فسيدنا أيوب مسني الشيطان بنصب وعذاب، بتعب أكتر وعذاب الألم الأفكار، فكان بيستعين بربنا سبحانه وتعالى. ولما سيدنا موسى كان بيفض خناقة فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان اللي خلاهم يتخانقوا مع بعض والموضوع كبر، وسيدنا موسى بيفض فوكزه موسى فقضى عليه. اللي عمل الخناقة وكبر المشكلة لدرجة انها وصلت لمشاكل ويعني تشاجر بالأيدي كان الشيطان من الأول. فمسألة المس دي مسألة لازم نرجع فيها كده أولا للقرآن ونرجع فيها للسنة ونرجع فيها لفكرة الإرادة. أنا مطلوب مني أن أنا أكون دائم التحصن من الشيطان علشان فعلا الإنسان ينفع يتعمل له غسيل مخ من الشيطان فيقبح النعمة في عينيه ويقبح أقدار ربنا ويخوفه من المستقبل. كل دي أفكار شيطانية بنحاربها بمعاني في العقيدة اسمها سوء الظن والرضا بأقدار الله. في حاجات بتتعمل علشان غسيل المخ بتاع الشيطان ده، لكن يلبسني فيخش جوايا فأقتل ولا أسرق ولا هين وأقول الشيطان لبسني، ساعتها الإنسان يبقى محتاج إن هو يحسم الحيرة دي ويعرف إن إرادته واستعانته بالله هي القائد.